تخيل معايا كده عالم من غير لحوم ولا ألبان، بدون مزارع أبقار ولا أغنام، بدون جبنة هولندية ولا زبدة دنماركية. الفكرة دي ممكن تكون صادمة للبعض، لكنها ما بقتش فرضية خيالية خلاص. لا يا صديقي، ده أصبح أمر واقع. طيب بيحصل فين؟ بسيطة، الإجابة هي أوروبا. أيوة، هي أوروبا اللي كانت واحدة من أكبر منتجي اللحوم والألبان في العالم. هي نفسها بتتجه دلوقتي لتقليل تربية المواشي بشكل غير مسبوق. ليه؟ عشان قادة أوروبا بيقولوا إننا لازم ننقذ كوكبنا من كارثة بيئية محتمة. لكن الإنقاذ اللي بيتكلموا عنه ليه شكل تاني مختلف عن اللي في خيالي واللي في خيالك. الإنقاذ هنا هيتم عن طريق فرض الضرائب أو الذبح أو الإعدام. بس إيه اللي ممكن يخلي أوروبا اللي كانت دايماً واحدة من أكبر منتجي اللحوم والألبان في العالم تقرر تتخلص من تربية المواشي؟ إيه اللي ممكن يخلي أستراليا مثلاً تتخذ قرار صارم بإعدام الجمال بالرصاص؟ الإجابة على الأسئلة دي هتاخدنا لقصة مثيرة، وعشان نحكيها بالتفصيل محتاجين نحضر كوباية شاي أو فنجان قهوة، ويلا بينا نكتشف الأسباب الحقيقية ورا الخطوة دي وإيه اللي ممكن تعنيه للعالم وتأثر عليه. تجارة اللحوم والألبان في أوروبا والعالم. لعقود طويلة كانت أوروبا مركز رئيسي عالمي لإنتاج وتجارة اللحوم والألبان، ودول زي هولندا والدنمارك وإنجلترا كانوا من أكبر المنتجين والمصدرين. خد عندك مثلا، هولندا بتعتبر واحدة من أكبر مصدري الألبان في العالم، والدنمارك مشهورة بإنتاجها الضخم من لحوم الخنزير اللي تعتبر صاحبة أعلى استهلاك في أوروبا بعد الدواجن. فبالتالي بيزنس تصنيع وتصدير اللحوم يعتبر واحد من أهم الصناعات في الدنمارك وأوروبا عموما. هولندا والدنمارك على سبيل المثال بيساهموا بشكل كبير في الاقتصاد الأوروبي والعالمي من خلال القطاع الحيوي ده. وتأكيدا للكلام ده، فحسب تقرير المفوضية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي بتنتج حوالي 23% من اللحوم العالمية و18% من منتجات الألبان، وده بيخليها لاعب رئيسي في السوق العالمي. الدول دي كمان بتعتمد على تكنولوجيا متقدمة وأساليب زراعية مبتكرة لتحسين الإنتاجية والجودة. ماشي يا باشمهندس، ليه أوروبا بتقلل تربية المواشي؟ الإجابة بكل بساطة بسبب التلوث الناتج من الميثان ومدى ضرره على البيئة. يعني دلوقتي أنا سامع واحد بيقول لي معلش يا باشمهندس أنا مش فاهم برضه. شوف يا صديقي، الميثان واحد من أقوى غازات الاحتباس الحراري، بينبعث بكميات ضخمة بسبب صناعة تربية المواشي مش بسبب تربية المواشي التقليدية، وفي فرق كبير بين المصطلحين. فعايزك دلوقتي تركز في الجملة دي، لأن أي حاجة آليات إنتاجها طبيعية حولها الإنسان لصناعة فده معناه فسادها قولا واحدا. المهم إن الغاز ده أكتر فعالية ب 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، وده حسب تقرير وكالة البيئة الأوروبية. فصناعة تربية المواشي بتساهم بنسبة كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع الزراعي في أوروبا، وبالتالي التقليل من تربية المواشي أصبح ضرورة ملحة للحد من التغير المناخي. طيب لحد هنا زي الفل، بس احنا عاوزين نعرف برضو غاز الميثان ده بيتم إنتاجه إزاي؟ عملية ما قبل تحضير وتصنيع وإنتاج اللحوم، خاصة لحوم الأبقار اللي هي عملية التربية نفسها، بتتسبب في انبعاثات ميثان كبيرة. الانبعاثات دي بتنتج بشكل رئيسي من عملية الهضم عند الأبقار ومن إدارة النفايات الحيوانية في المزارع. ده معناه أن تربية عدد أقل من المواشي ممكن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الميثان، وده بيساهم في تحقيق أهداف المناخ الأوروبية وتقليل تأثير التغير المناخي. وهو ده الفرق بين صناعة تربية المواشي اللي حرفياً دمرت البيئة فعلاً، وبين تربية المواشي التقليدية اللي آليات إنتاجها كلها طبيعية وعدد المواشي فيها بيكون محدود. ودلوقتي نيجي لفقرة إعدام المواشي. خلينا أقولك إن استهلاك الماشية الضخم للمياه سبب رئيسي دفع أوروبا للتخلص من المواشي نفسها عن طريق تقليل أعدادها. فهل نفهم من كده إن أوروبا بتعدم المواشي جماعياً؟ في الحقيقة لأ، أوروبا مش بتعدم المواشي بشكل جماعي، أوروبا بتتخذ خطوات عشان تقلل تربية المواشي لأسباب بيئية. يعني في بعض الأحيان ممكن يتم ذبح المواشي بهدف الاستهلاك كجزء من سياسات الحد من الأضرار البيئية أو الصحية، وأحياناً بيتم الإعدام بهدف تقليل الأعداد فعلاً مش لأي سبب تاني، بس ده مش نهج عام أو منتظم في أوروبا. عموماً عشان نوضح الموضوع أكتر، إنتاج كيلو جرام واحد من اللحم
بيتطلب حوالي 15,000 لتر من المية، ده غير ان كمان المية بتستخدم بكميات كبيرة لري المحاصيل اللي تتحول فيما بعد كعلف للمواشي، وده بيحصل في زمن بيزيد فيه الضغط على الموارد المائية في أوروبا والعالم كله. فالكمية الضخمة التجارية دي من اللحوم هتتسبب لا محالة في كارثة مائية للكوكب كله، وده حسب تقرير المفوضية الأوروبية للزراعة المستدامة. طيب تمام، هل نستنتج من كده ان اوروبا حاليا قدام اختيارين، يا اما الحفاظ على المكاسب الاقتصاديه وتدمير البيئه، يا اما العكس يعني تضحيه بالمكاسب الاقتصاديه والحفاظ على البيئه؟ فيا ترى اوروبا هتختار ايه؟ خليني اقول لك ان تقليص تربيه المواشي ممكن يؤدي لتحديات اقتصاديه كبيره، خاصة في المجتمعات اللي بتعتمد بشكل كبير على القطاع ده، فممكن يؤدي فرض العقوبات على تربية المواشي لاضطرابات اقتصادية مرعبة حرفياً. مثلاً في هولندا والدنمارك، الزراعة وتربية المواشي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي بالنسبة لهم، فتقليص القطاع ده ممكن يؤثر على فرص العمل والدخل في المناطق الريفية، وده بيتطلب تدابير دعم من الحكومة لتخفيف الآثار دي، وده طبعاً هيؤثر بالتأكيد على سلاسل التوريد العالمية وزيادة أسعار المواد الغذائية بسبب نقص توفر المنتجات الحيوانية، فبالتالي هيخلق ضغوط إضافية على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. طيب خد عندك المعلومة دي، الدنمارك حالياً أخذت تدابير للتقليل من تربية الماشية من خلال إنها في سنة 2030 هتفرض ضرائب على المربيين، هتبدأ من 30 كورونا دنماركية، أي ما يعادل تقريباً 44 دولار على كل رأس واحدة من الماشية، وهيفضل الرقم ده يزيد لحد ما يصل إلى 750 كورونا دنماركية حتى سنة 2035. يعني التقليص والعقوبات هتحصل في هولندا والدنمارك، وأنا وإنت اللي هندفع التمن هنا في الشرق الأوسط، والتمن هو التضخم اللي هيحصل في أسعار منتجات الألبان واللحوم. الحلول الممكنة. طيب جميل جدا يا باشمهندس، عرفتنا ان في مشكلة، ايه الحل بقى؟ هل في مخرج من الازمة دي؟ دايما في حل، لكن قبل ما اقولك على الحل خلينا متفقين على شيء بسيط لكن مهم جدا، وهو دعمك علشان نستمر، فما تنساش تشترك دلوقتي وتضغط لايك ونوصل الفيديو ده ل50,000 لايك. تعال بقى اقولك على الحل، بعيدا عن الاعتماد عن التربية التقليدية واللي هي مصدر مهم واساسي محدش قال حاجة طبعا، لكن لو بصينا على الموضوع من فوق وكأنه مثلا لاي اوت، واحد من الحلول الواعدة هو اللجوء للحوم المزروعة في المختبرات. أيوة زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، لا أنا مش بتكلم في حاجة ليها علاقة بالخيال العلمي، بالعكس أنا بتكلم عن أمر واقع بيتم تجريبه من سنين، وفي اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي وصل لمرحلة التنفيذ فعلا. اللحوم دي يا صديقي بيتم إنتاجها من غير الحاجة لتربية الحيوانات، وده بيقلل بشكل كبير من انبعاثات الميثان واستهلاك المية. وعندك مثلا شركات زي أبسايد فودز وبيليفر ميتس، يعتبروا من أشهر الشركات في استزراع اللحوم على مستوى العالم، فقريب جدا وما تستغربش هتلاقي اللحوم المستزرعة دي في متناول إيدك، حرفيا هتلاقيها في السوبر ماركت اللي جنب بيتك، والمشهد ده هيتحقق قريب جدا. عموما اللحوم المزروعة بتعتبر حل واعد، مش بس لأنها بتقلل من الانبعاثات، لكن كمان لأنها بتستهلك موارد أقل بكتير مقارنة باللحوم التقليدية. وحسب دراسة أجريتها جامعة أكسفورد، فاللحوم المزروعة ممكن تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل ل 96% مقارنة بصناعة اللحوم التقليدية، وكمان هتستهلك مية أقل بنسبة 82% وتصل إلى 96%. ودلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة، فعايزك دلوقتي تنزل في قسم التعليقات تحت تجاوب على بعض الأسئلة دي وتقول لي إيه الأهم بالنسبة لنا، الحفاظ على تقاليدنا الغذائية القديمة ولا حماية كوكبنا للأجيال الجاية، وهل اللحوم المزروعة ممكن تكون الحل الأمثل؟ الأسئلة دي بتفتح باب كبير للنقاش والبحث، وبتحطنا كلنا قدام مسؤولية كبيرة تجاه مستقبلنا ومستقبل الكوكب. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير، وأشوفك المرة الجاية على ألف خير. سلام.